بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. أكل آدم من الشجرة المحرمة، وكذلك فعلت حواء. في تلك اللحظة حدث شيء عجيب، تساقطت عنهما ثياب الجنة، أصبحا عريانين، وبدت لهما سوآتهما، وكانا يشعران بالخجل من نفسيهما، فذهبا يصنعان ثوبا من أوراق شجر الجنة يستر ما بدا من سوآتهما. شعر بالندم والخوف والخجل، لقد ارتكب المعصية ولم يسمع كلام الله، وسمع كلام الشيطان الذي فر بعيدا وتركهما وحدهما. بكى آدم بسبب خطيئته، وبكت حواء، ليتهما لم يسمعا كلام الشيطان. ثم قالا وهما يركعان لله ندما: نتوب إليك يا ربنا فاقبل توبتنا وتجاوز عن خطيئتنا. وقد ورد ذلك في قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كان آدم قد تعلم من قبل أن المغفرة والتوبة والندم تغسل الخطايا، لهذا تاب وأناب إلى الله. قال الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. صدق الله العظيم. والمراد أي اهبطوا إلى الأرض، اهبطا أنتما وإبليس إلى الأرض، ستستمر العداوة بينكما وبينه، سوف يستمر في خداعه لكما، ولكن من يتبع أمري ومن يتبع كلماتي فسأدخله جنة الخلد، أما من يكذب ويكفر فسيكون مصيره مصير الشيطان. هبط آدم إلى الأرض غريباً، مستوحشاً المكان، لا أحد على هذه الأرض غيره، يسير على غير هدى هو وزوجه، حافي القدمين، لا شيء يقيه من برد الشتاء أو حر الصيف سوى رقعة تستر عورته، تلقفته الطبيعة دون رحمة، وقد دار في خياله شريط الذكريات للأيام السعيدة في الجنة، الجنة التي أخرجه منها إبليس اللعين. يبكي آدم ندما، لكنه عليه أن يواجه الحقيقة ويتعايش معها، حقيقة الشقاء والمعاناة والألم على هذه الأرض. أدرك آدم طبيعة الصراع على الأرض، وأن عليه كي يحافظ على حياته وحياة أبنائه أن يحذر نوعاً من الكائنات المفترسة
ويتحاشاها. وهنا عرف آدم أن استمرار الحياة على الأرض لابد له من وجود تناسل وخلق أنفس من أنفس. هل هذا هو آدم؟ نعم، وهذه زوجته، خلقها الله له كي تؤنس وحدته. كم أنت مسكين يا آدم، خدعهما إبليس وأخرجهما من نعيم الجنة. إنهما لا يشعران بنا، دعنا نقترب منهما. اذهب أنت، أنا أخشى الاقتراب منهما، ولكن لما هما جالسان هكذا؟ فلنعد لنخبر أبي سمية بما رأيناه، فعندي إحساس بأنهما لا يروننا، أليس ذلك غريباً؟ آدم. آدم، آدم، أصبحنا جميعاً على هذه الأرض يا آدم. فكما كنت سبباً في خروجي من حضرة الله وأن أطرد إلى الأبد من رحمته، كان لابد أن تخرج أنت أيضاً. نعم، تخرج من جنتك لتشقى وتعرى وتكد، ولتكون أنت وذريتك تحت عيوني وعيون أتباعي. آدم، آدم. سأحيل حياتك وحياة أبنائك من بعدك إلى شقاء وجحيم. سأقعد لهم كل مرصد، سأمنيهم الأماني الكاذبة، وأزين في نفوسهم حب الشهوات، حب السلطة، حب المال. سيسلكون طريق الضلال وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. أهلا، أهلا بك يا آدم، أهلا بك على الأرض. أهلا، أهلا آدم، 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 أهلا بك يا آدم.